السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كورس الـ Advanced Water Treatment، وكلمنا عن الممبرينز وأنواع الممبرينز، وشفنا المايكرو فلتريشن والألترا فلتريشن والنانو فلتريشن والريفرتبل سموزس ممبرين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم بتفصيل بسيط برضو عن أحد أنواع الممبرينات اللي احنا قلنا عليها من شوية وقلناها بصفة عامة في المحاضرات السابقة. معاكم دكتور محمود فتحي مبارك، Associated Professor of Applied Physical Chemistry، متخصص في معالجة وتحلية المياه معهد. في البداية أنا عايز أقول إن أحيانا بنصنف الممبرينات أو الممبرينز بصفة عامة لما نيجي نحضرها أو نعملها على حسب السورسز أو الاستراكشر بتاعها أو المديول بتاعها أو الميكانيزم بتاع العملية بتاع التحضير بتاعة الممبرين. فمثلا إحنا لو بصينا زي ما إحنا شايفين كده في الشمال بتاع السلايد، إن لو إحنا صنفنا الممبرين على حسب الماتيريال بتاعته، بيكون عندي الممبرين بتاعي ممكن يكون بوليميريك، ممكن يكون الرابري كلاس اللي بيطلع من البوليمر، يعني ممكن يكون في عندي رابري بوليمر إلاستيك نقدر نتعامل معاه، يقدر يتني الممبرين بتاعنا ويتغير في الشكل الفيزيائي بتاعه، ده بيبقى أساسه بوليمر. في عندنا إنأورجانيك ممبرين وده بيكون هارد شوية، يعني مش إلاستيك أو جلاسي زي أو رابري زي البوليمر، ده بيكون زي الممبرينات اللي هي السيراميك أو الميتاليك أو الجلاس او الزولايت او الكربون، ده البيزد ماتيريال بتاعته، انه يكون سيراميك في الكومبوزيشن بتاعه بصفه عامه، وده ممكن يكون ساعتها فيه تيتانيوم دايوكسيد او زنك دايوكسيد او سيليكون دايوكسيد، فبنقول عليه سيراميكس اللي موجود عندنا. واحيانا يكون معتمد على ميتال معين موجود عندنا زي الالومنيوم زي الايرن وغيره من المعادن الاخرى اللي ممكن نستعملها في تحضير ممبرينات على حسب الغرض اللي انا عاوزه منها. ممكن يكون جلاس معتمد على السيليكون في مكوناته، ممكن يكون زولايت، زوليت A، زوليت B، زوليت Y، أيا كان اللي أنا معتمد على تركيبه على حسب الغرض اللي أنا عاوزه من الممبرين بتاعي. وممكن يكون كربون ممبرينز، يعني معتمد على كربون نانو ماتيريا زي كربون نانو تيوب، زي الجرافين أوكسايد، زي الجرافايت، على حسب برضو الغرض اللي أنا عاوزه منه وعلى حسب الكفاءة اللي أنا عاوزها من الممبرين بتاعي، أو على حسب البروبرتيز الفيزيائية أو الكيميائية اللي أنا عمال أحضر في الممبرين بتاعي عشان أطلعه في صورة معينة. احيانا بقى بيكون الممبرين هايبريد زي اخر حاجه موجوده تحت، والهايبريد ده بيكون هجين من كذا حاجه مع بعضيها ونسميه ساعتها نانو كومبوزيتس ممبرين، وبيكون ميكسد من ماتريكس من ممبرينز مختلفه او من كيميكال كومبوزيشن اساسيه مختلفه. يعني ممكن احط بوليمر مع ان اورجانيك، ممكن احط بوليمر مثلا الموجود عندي مع جلاس مع زولايت مع كربون ايا كان اللي انا بحطه مثلا مع، اصبح ساعتها كده عندي في هايبريد ممبرين موجود عندي بياخد بقى صفات الفيزيائيه من الاثنين والكيميائيه ايضا من الاثنين. في حاجه تاني بقى على حسب البالك ستراكشر بتاعه زي ما نشوف برده في الصور اللي وراها لكم، في سيمتريك واسيمتريك ممبرين. سيمتريك ممبرين بيكون كله حاجه واحده، يعني كله البروسيتي بتاعته واحده، كله الكيميكال كومبوزيشن بتاعه واحد. اسيمتريك ممبرين ممكن يكون مختلف في الكومبوزيشن بتاعه او مختلف في الاستراكشر بتاعه، يعني في جزء فيه دنس وفي جزء مثلا فيه مش دنس، وممكن يكون اصلا الاستراكشر عند بتاع البروسيتي بتاعه المايكروبورس والمايكروبورس وهكذا، يعني متغيره في القطاع بتاع الممبرين ككل، فساعتها بنسميه اسيمتريك ممبرين، يعني ممبرين مش متساوي في الصفات بتاعته على طول الفيزيائيه او الكيميائيه بتاعته. او كومبوزايتس، وده بيطلع منه اللي هو الكومبوزايت ممبرين. الكومبوزايت ممبرين ده اكبر مثال لمين عمليه الاسيمتريك في الممبرينز. في بقى على حسب المودولز بتاع الممبرين، يعني انا مثلا لما عملت الممبرين وحضرته وطلعت الشيت بتاعي طبقته ازاي، او لما حضرت الممبرين بتاعي طلع الفورمولايشن بتاعه النهائي ازاي. ففي عندنا حاجه اسمها السبايرال اللي هو بيبقى عامل زي الحلزون ملفوف كده لفه كده ورا بعضيها، فده ساعتها بنقول عليه سبايرال ممبرين، سبايرال ويندو ممبرين، وده من اشهر المودولز الابلكيشن الابلايد لمين للممبرينز ايا كان نوعه ايه. وفي الهولو فايبر تيوبس وده بيكون، او الهولو فايبر مودولز وده بيكون مشهور جدا في البايو رياكتورز بتاع الممبرينز اللي بتشتغل في الويست وور. وفي البلات اند فريم مودولز وده بيكون مش مشهور جدا او مش بنشتغل عليه كتير لان ضغوطه بتبقى عاليه، وفي نفس الوقت بيكون وان شيت او شيتات ورا بعضيها، فبيبقى اغلب تطبيقاته في الالكترو اناليسيس وغيرها. في حاجه تاني بقى زي الترانسبورت ميكانيزم اللي هو انا عملته ازاي، في دنس ميمبرين وفي بورس ميمبرين، يعني هو طلع في الاخر عامل ازاي. الدنس ميمبرين بيكون ساعتها سوليوشن ديفيوجن فاسيليت الترانسبورت بتاع الايونز اللي موجوده عندي او الكونتاكتيفيتي بتاع الايونز اللي موجوده عندي، لكن البورس ميمبرين كنترول بالبورس اللي هي موجوده فيه، ده كدنس ميمبرين يعني بسميه بلايند ميمبرين، لكن البورس ميمبرين ده فيه بورس، ففي بورس فبيحصل عمليه ديفيوجن، بس الديفيوجن دي بيتحكم فيها ميكانيزمات زي دينس ديفيوجن زي مولكولار سيفنج زي سيلكتيف سيرفيس فلو اللي هو يكون مثلا في عندي اكتف سايد موجود على السطح بتاعه، فهي ساعتها اللي بتعمل لي عمليه الديفيوجن في الممبرين او تتحكم فيها، تتحكم في الحاجه اللي هيحصل لها عمليه الفلو. ممكن نقسم الممبرينز تاني، يعني برضو التقسيمه هي بتبقى قريبه من بعضها قوي لكن تختلف بس انا وزعتها ازاي، يعني برضو في النيتشر بتاعته. ممكن نقول سينثيتك زي اللي احنا قلناه قبل كده في التحضير اللي فاتت، وقلنا بقى ساعتها في ان اورجانيك وفي الهايبريد وفي البوليمر، فساعتها احنا بنقول في سينثيتك وفي بيولوجيكال ممبرينز. بيولوجيكال ممبرينز زي اغلب الممبرينات اللي موجوده في السل العاديه بتاع جسم البني ادم او الحيوان او النبات، كل ده فيها ممبرينز.
السينثيتك زي الان اورجانكس او الاورجانكس، وزي ما احنا قلنا كده في الان اورجانكس زي السيراميك زي الميتاليك زي الكربون زي مين زولايت جلاس وغيره. بالنسبه للاستراكشر زي ما احنا قلنا سيمتريك واسيمتريك، وخلاص عرفنا ان في اسيمتريك في كومبوزيت، زودنا هنا الانتجرال اسيمتريك مين ميمبرين الموجود عندنا. في الجيومتري هو نفس الجيومتري ما بتتغيرش اللي عندنا، بل بقى في جيومترات موجوده عندنا بتبقى موديفايد من نفس الجيومتري اللي موجود عندنا. وقلنا بعد كده في عندي البورس والدنس في الميكانيزم بتاع عمليه الديفيوجن فيه. وقلنا عندنا ان في الدنس ده سوليوشن ديفيوجن او فاسيليتي ترانسبورت عن طريق اكتف كومبوننت موجود عندي يعمل عمليه فاسيليتنج للعمليه نفسها. طيب احنا في الاستراكشر بتاع الميمبرين او الاشكال اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، الدنس ميمبرين زي ما انتم شايفين كده بورستي ما فيش، بيكون قافل خالص، فده بيعتمد على عمليه الديفيوجن اكتر منها الترانسبورت فيه. يعني انا عندي حاجه منه على طول، لا ده انا لازم يحصل ديفيوجن وابسوربشن للايه للبارتكلز او المولكيولز او الايونز او الجازز اللي انا عايز اعمل له عمليه فص. الكومبوزيت ميمبرين زي ما احنا شايفين كده بيكون في سيرفيس عندي فيه دنس، وده في الغالب دايما، وبعد كده بورس او ماكرو بورس ايه سبورت موجود عندي بيعمل سبورت للدنس لاير اللي موجوده فوق، وده بيكون مشهور قوي في الممبرينات اللي بتستعمل في التحليه في الار او. دايما بيكون عندي او النانو فلتريشن ميمبرينز كومبوزيت برضه بيكون عندي في دنس لاير موجود عندي بولي امايدز، وتحتيها اللي هو البولي ايثر سلفونز او البولي سلفونز بصفه عامه ومركباتها والدريفيتيف بتاعتها المشهوره كسبورت سليب، بحيث ان هو الضغوط العاليه هي تستعملها. في بورس سيمتريك ميمبرين زي ما احنا شايفين كده، ده بيكون ايه موجود عند البورس فيه الديستريبيوشن بتاعها كويس جدا ومنتظم على طول الميمبرين او قطاع الميمبرين اللي عندي. لكن لو انا جيت ابص في بقى اللي هو الاسيمتريك بورس 1، ده بتلاقوا فيه جزء فيه البورس فيه صغير قوي وبورس كبيره قوي او متشابهه مع بعضيها او متداخله مع بعضيها، يعني ما اقدرش افصل دي عن دي، فساعتها بيبقى اسيمتريك مين ميمبرين موجود عندنا. يبقى الميمبرين زي ما احنا قلنا في مايكروبورس وفي اسيمتريك ميمبرينز. مايكروبورس بقى زي ما انتم شايفين اهو ايزوتروبيك، يعني ممكن نعمل التقسيمه دي تاني ونقول اللي هو فيه سموثنج ولايكس ميمبرين وسيمتريك كده، لا ممكن نقول ايزوتروبيك ميمبرينز. البورس بتاعته تقريبا واخده شكل واحد. الانايزوتروبيك ميمبرينز اللي هو زي الكومبوزيت ميمبرينز زي ما احنا لسه قايلين، احنا بنقول مسميات مختلفه كتير لانك هتشوف كتير، فلما تيجي تقرا تبقى عارف بقى ساعتها ان ده ريليتد لمين. في الانايزوتروبيك ميمبرينز هو برده عامل زي الكومبوزيت ميمبرينز اللي فيه دنس لاير وفيه بورس لاير تحت، زي ما احنا شايفين كده دنس لاير فوق وبورس لاير تحت، لكن البورس مختلفه مش متشابهه. في عندي بقى الاسيمتريك ميمبرينز في الانتجرال سكيند، بيكون سكيند فوق كده مقفول خالص او نان انتجرال سكيند، يعني ما عندوش سكين فوق، ما فيش موجود عنده سكين فوق. ناويين نبص في نوع من ضمن انواع الميمبرينز اللي هو المايكرو فلتريشن ميمبرينز، وكنا قلنا تصنيفات، قلنا في عندنا النانو فلتريشن والريفرس اسموزس وفي المايكرو فلتريشن والالتر فلتريشن. اولهم معانا المايكرو فلتريشن الموجود عندنا، وده بيكون لو بريشر سيبريشن بروسيس، سهل جدا ما بيحتاجش ضغوط عاليه، بيعمل فلو عالي انتاجه عالي، لكن بيعمل حجز للحاجات الكبيره، وده بيكون منتج من بوليمرز او سيراميكس او ستانل ستيل، يعني في الاغلب دايما بيكون الماتيريال بتاعته هي الجزئيه دي. انا ممكن المايكرو فلتريشن ميمبرينز ده بيعمل بالايه بسكيبنج، يعني ان انا بغربل ببساطه كده بغربل البارتكلز اللي موجوده عندي، بعمل فصل فيزيائي بسيط خالص معتمد على السايز، يعني في الميمبرينز دي بالذات بيكون الفصل معتمد على السايز، وبيعتمد ان هو يشتغل على سايز من 1/10 لغايه 10 مين مايكرومتر في المواد الموجوده عندنا. يبقى انا كده بفصل جزيئات او مولكيولز معينه تكون من 1/10 لغايه 10 مايكرومتر، فده بيتضمن البكتيريا عندنا، يعني بيكتمل البكتيريا والعوالق اللي موجوده عندي في الميه. الابلكيشن بتاعته ممكن اطبقه في الويست ووتر والووتر تريتمنت، ممكن اطبقه في الفودز، ممكن تطبقه في الفارماسيوتيكالز مانيفاكتشرنج والكيميكال بروسيسنج والالكترونكس بصفه عامه. فاحنا لو جينا نبص مثلا في الويست ووتر والووتر تريتمنت، مايكرو فلتريشن ده يقدر يشيل السسبنس باتك اللي موجود عندي زي ما احنا قلنا، الحاجات الكبيره في السايز بتاعها البلاستيسايزر البكتيريا ايا كان اللي موجود في الميه، ولكن حجمه كبير انا اقدر اشوفه ويقدر يفصله. طب في الفود ممكن اعمله وانا ايه؟ يعمل لي كلاريفيكيشن للجوس اللي موجود عندي، العصاير اللي موجود عندي، المجبنات اللي موجود عندي، ان انا اشيل بكتيريا كانت موجود عندي في الملك ولا حاجه اهو، ويمنع الدوتي او الفيرير بتاع الماده اللي عندي الموجوده عندي. طب في الفارماسيوتيكال انا ممكن استعمل الميمبرينز اعمل استراليزنج استراليزنج للبرودكتس اللي موجوده عندي من الامبيورتيز اللي بتبقى موجوده بينا من الفاكسينز والبيولوجيكال برودكتس اللي انا بستعملها في الادويه ولا حاجه. طب الكيميكال بروسيسنج اي صناعه كيميائيه بقى، اعمل كلاريفيكيشن للكيميكالز بتاعتي، اشيل اي سولفنت موجوده امبيورتيز موجوده من السولفنت اللي موجوده عندي سولتس اثناء عمليه التحضير بتاعتها، كاتاليسيس لسه باقي في الماده بتاعتي ممكن ادوبها في سولفنت واجي شايله وهو ما بيدوبش، اقدر اشيل عند مين عمليه المايكرو فلتريشن بصفه عامه او المايكرو فلتريشن ميمبرينز. الكترونكس الناس اللي شغاله في الكترونكس برضه اقدر اشيل بارتكلز من السيمي كوندكتورز اللي موجوده عندي لان حساسه جدا،
وتقللي من كفاءة المواد دي أثناء عملية تحضيرها أو أثناء تطبيقها بعد كده، ونعمل كليننج من السوليوشن بتاعها. المميزات بتاع المايكروفلتريشن ممبرين باللي احنا قلناه ده كله، مايكروفلتريشن ممبرين ليها بنفيتس كتير. يعني اول حاجه الافشنسي بتاعتها في الريموفنج بتاع البارتكلز بصفه عامه، البارتكلز الكبيره اللي باينه عندنا او في الرينج المايكرو انا اقدر اشيلها كويس جدا. الكوست قليل قوي لان انا ما بحتاجش ضغوط عاليه، وفي نفس الوقت الماتيريال بتاعتها متاحه، واغلب الماتيريال اللي بتدي مايكرو بورس انا اقدر اشتغل بيها، يعني اغلب البوليمرات اقدر اشتغل بيها واعمل فيلرز داخل السيراميكس ماتيريال وتطلع لي برده في مين في المايكروفلتريشن، واغلب السيراميكس بتكون شغاله في السيراميكس في المايكروفلتريشن. وايزي ان انا اعمل عمليه اوبريشن ليها ومينتنس واللارج مينتنس يونت سهل، بعكس الانواع الثانيه لما نشتغل بعد كده عليها او نتكلم عليها في المحاضرات اللي جايه هتلاحظ ان هو بتاخد كوست اعلى، بتاخد مكان اكبر، بتاخد طاقه اعلى وهكذا. انا اشكركم واتمنى ان تكون المحاضره كانت مفيده. اي سؤال ممكن يحصل كونتاكت على الواتس او على الايميل تحت امركم. ربنا يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.